من الناس ما تعرفش غرفة العمليات بالمحافظة. غرفة العمليات بالمحافظة دي هي اللي بتتلقى الشكاوي من الأهالي. لكي نتعرف على غرفة العمليات بالمحافظة، إدارة الأزمات بالمحافظة، عشان يعرف كل واحد موجود في محافظة كفر الشيخ الشكوى بتاعته بتوصل إزاي، مين المهتم بيها، إيه الموظفين اللي بيتلقوها، ثم يعرض ده كله على سيادة الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ الجديد. باشمهندس أهلا وسهلا بحضرتك يا محمد بيه، إزاي حضرتك؟ الله يحفظ معاليك. قول لي بقى، في ناس كتير تسمع عن إدارة الأزمات، غرفة العمليات، عايزين نعرف أهل كفر الشيخ إيه مهمتها؟ إيه اللي بتعمله؟ في تواصل ما بين المواطن والغرفة، ثم التواصل بعد كده ما بين الغرفة والسيد المحافظ لاتخاذ قرارات فورية. اهلا بحضرتك اولا، واهلا بالساده المشاهدين وكل من يطلع على فيديو حضرتك. اولا مهندس محمد عبد الله، مدير عام مركز العمليات واداره الازمات بمحافظه كفر الشيخ. مركز العمليات واداره الازمات يعمل على مدار الساعه في تلقي شكاوى واستغاثه المواطنين، سواء كان بالليل في اي وقت، بالليل بالنهار، مفيش حاجه عندنا وقت، مفيش اجازات اصلا، اجازات مقننه جدا 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 في المركز. حضرتك الارقام بتاعتنا اكتر من رقم، طبعا يمكن معظم المواطنين عارفين عندنا رقم 114 بالخط الساخن، عندي 3 22 0 792 ده خط ثاني، عندي 3 24 11 30، واحنا بصدد وفي فاكس كمان في المركز 3 21 56 85، وفيه واتس خاص بالمركز، تعليمات معالي دكتور الوزير المحافظ بتفعيل خاصيه الواتس عندنا، ان شاء الله هننزلها خلال 24 ساعه، ان شاء الله هتكون نازله على صفحات التواصل الاجتماعي باذن الله. مهمتنا الرئيسيه كسياسه الدوله بالكامل، يمكن كتعليمات معالي الوزير بمجرد ان شرفت المحافظه به، الاهتمام ثم الاهتمام ثم الاهتمام بالمواطن. فخليني اقول لحضرتك، احنا كجهاز اداري او جهاز فني او جهاز تنفيذي في المحافظه، الاول اللي يعنينا في المقام الاول رضاء المواطن. تعليمات معالي الوزير طبعا، احنا بتجيلي الشكوى، اي حد بيتصل في اي وقت هيلاقي حد بيرد عليه. مفيش حد مش عايز اقول لحضرتك دقيقه ثانيه واحده بيسيب المركز. احنا بناخد الشكوى منه ايا كان نوع الشكوى على الخطوط بتاعتنا، اذا كانت خاصه بمياه بنتواصل على الفور مع المياه، وبنحاول ما بنسيبش المشكله اطلاقا الا بحلها، وبنرجع نتواصل تاني مع المواطن وناكد معاه كمان. طبعا طبعا بناكد معاه ان بالفعل الشكوى تم حلها، هو زللنا له المشكله اللي عايزها من عدم. تمام. وطبعا احنا طبعا بنتاكد، انا يهمني ان انا اتاكد من المواطن، هي جايه صح بتربط معايا وبتقول خلاص وبدوني تمام ان المشكله انتهى، ولكن تاكيدا عندي، انا عندي سجل خط ساخن ده مفتوح وانا بسجل فيه الاتصال بالمواطن. تمام. فحضرتك احنا دي في قطاع مياه في جميع القطاعات، سواء كان قطاع تعليمي، قطاع صحي، قطاع الكهرباء، الخدمات بالكامل، مستشفيات، لو واحد حتى يعني مش عايز اقول لحضرتك، مش عايز يعني ما عنديش حاجه اسمها مش موجود عندي. طبعا احنا عندنا التواصل، عندنا ربط اللاسلكي على مستوى المديريات الخدميه بالكامل، الساده وكلاء الوزراء كلهم معاهم. انفردنا انفردنا بيه في اليوم السابع، يعني اول يوم جه الساده المعاوز. فطبعا هو يمكن ديت برضه ما زال من المزايا الكويسه ان هي بتقرب التواصل بسرعه، احيانا ما بيبقاش في شبكه، احيانا ما بيبقاش، لكن ده انا بتواصل مع المسؤول على طول اطلاقا، يعني او مجرد ما اتلقى الشكوى بتواصل مع المسؤول.